السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. صدقوني إلا استعملتوا هذه التحلية هذه غادي تعجبكم، غادي كتجي في المذاق ولا أروع. غير تبعوا المقادير، ما تديوش البنات على الشكل ديال القالب اللي أنا استعملت، فممكن تستعملوا أي قالب عندكم، المهم هما المكونات اللي غادي نعطيكم، لأن الصراحة كيجيو لذاذ لواحد الدرجة ما تصوروهاش. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم كما كنقول لكم دائما ما تنساونيش باللايكات بالتعاليق ديالكم، ولا كنتوا مازال ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة هكا باش العائلة ديالنا تزيد تكبر. دابا ان شاء الله نمشيو للطريقه والمقادير. وهنا في واحد الاناء غادي ندير واحد العصير اللي يكون هكا اللون ديالو احمر، يا اما ديال الكرز اللي هو حب الملوك، ولا ديال اي لون اللي يكون هكا، ولا الرمان. المهم انا هنا درت على الصراحه مخلط عندي ديال فيه البرقوق وفيه سميتو حب الملوك والتفاح، فهذا هما العصير اللي انا استعملت. وانتم تستعملوا اي عصير اللي عندكم، المهم يكون اللون ديالو كما قلت لكم هكا يكون اللون ديالو احمر. غادي نضيف 500 ملي، وغادي نضيف له هنايا بودينغ ديال الفاني. من بعد زدت واحد المعلقه ديال النشا، خلطت الكل مزيان هما باردين، ومن بعد عاد ضفت درت الخليط ديالي على النار كما كتشوفوا، ما كتوقفيش من التحريك هكا باش ما تلصقناش الكريمه ديالنا. وبالنسبه للقالب اللي غادي نستعمل، فانا راني فزكته بشويه ديال الماء وخليته يستقطر، ما غاديش ننشفه تماما، غادي نخليه شويه هكا يكون يعني فازق واحد شويه وصافي. غادي نبقى كنخلط الخليط ديالي حتى نحصل على القوام اللي انا باغيه كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما حصلت على القوام اللي انا باغيه، كنكب الخليط ديالي في القالب. وهنا بالنسبه كفكره ممكن ديروا اي قالب واحد اخر، ماشي ضروري هذا بهذا الشكل هذا، ولا ممكن ديروها في كؤوس غادي تجي رائعه جدا. غير هو الا كنتوا غادي ديروا غادي ديروها في الكؤوس، فمن الاحسن الطبقه البيضاء هي اللي تكون في الاول، وعاد نديروها الطبقه هذه هكا باش يجي المنظر ديالها جميل في الكؤوس ديالنا. صافي انا غادي نستمر هكا، غادي نخليها حتى تبرد تماما، وندوز في هذه الاثناء هذه نوجد الخليط الثاني. وهنا في واحد الاناء غادي نحتاجوا 400 ملي ديال الحليب، زائد 400 ملي ديال القشطه طريه، صافي. غادي ندير 3 ديال الفاني، المهم الفاني على حسب الرغبه، تقدروا ديروا اكثر ولا اقل، المهم انا كتعجبني تكون النكهه ديال الفاني يعني كثيره من الاولى. ثانيا وهاد الثالثه. هنايا السكر غادي ندير 3 ديال المعالق كبار، والنشا غادي نديرو 4 ديال المعالق كبار ديال النشا. صافي غادي نخلط الكل مزيان. كما قلت لكم غادي نخلط الكل وغادي نردو على النار حتى نحصل على واحد الكريمه تكون متماسكه. وهنا من بعد ما برد هذا الخليط الاول، غادي نضيف له الخليط الثاني كما شفتوا معايا، راني بقيت كنخلطو حتى صافي عقد واحد شويه هكا، وغادي نضيف كما قلت لكم هذا الخليط. من بعد غادي نجيب هاد البسكوي، اي بسكوي عندكم، وغادي نحطو هكا.
من بعد كنضيف هذيك الكميه المتبقيه من الكريمه ديالي على البسكوي، وكنحاول ما امكن انني يعني نسرحها هكا فوق البسكوي ديالي، وصافي كتكون انتهيت من هذه المرحله هذه. من بعد غادي نديروا هذاك البسكوي اللي بقى، غادي نحاول ما امكن انني نفرقه هكا من على الخليط كيف ما كتشوفوا معايا، كيف ما هو موضح من الصوره. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكما كنقول لكم دائما ما تنساونيش بالتشجيعات ديالكم. كيجي زوين مع هذه الوصفه هذه. هنا كملت بهذا البسكوي هذا، يعني ديروا اي بسكوي عندكم. صافي دابا نخليه حتى يبرد تماما وعاد غادي نقدموه ان شاء الله. هنا من بعد جبت واحد السكين وحاولت ما امكن انني نحيد هكا من الجوانب كما غادي تشوفوا معايا، راه سقلي واحد شويه، ولكن مع خصنا شويه ديال الخاطر نعطيو الخاطر لاي حاجه هكا باش تصدق لنا زوينه. وهاد التحليه ديالي من بعد ما خرجتها من القالب الصراحه عذبتني واحد شويه البنات كيف ما تشوفوا معايا، من هنا من في الجناب لصقات لي، وكاينين بعد القطع اللي لصقوا، وحتى هاد الصحن اللي انا درت فيه شويه صغير على سميتو على هاد التحليه هادي. مهم كما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل هذا. دابا ان شاء الله غادي نقطع واحد القطعه باش نشوفوا كيفاش جات. وكيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالها النهائي كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي ولا اروع صدقوني. هذوك المذاقات كاملين كيتواتوا مع بعضياتهم. في الاول قلت لكم مهم غير هكا جات صدفه انني قلت لكم، يعني ما شي مرات كتقولي شي حوايج بدون قصد، قلت لكم ضروري خصو يكون يعني العصير اللون ديالو احمر. لا البنات تقدروا ديروا اللون العصير اللي بغيتوا بحال العصير ديال البرتقال اللي هو متوفر عند زعما عند الجميع، ممكن ديروا اي حاجه، المهم هو داك المذاق اللي كيجي. راه حتى العصير ديال البرتقال غادي يجي رائع في هذه الوصفه هذه، انا متاكده مليون في المية. المهم كانت هذه هي الوصفه، وصفه بسيطه جدا. بغيت نقول لكم بالنسبه للبسكويت حتى هو كيعطيها واحد البنات رائعه جدا، يعني حتى الا درتيوها في الكؤوس كما قلت لكم فما تنساوش انكم ديروا هكا قطع ديال البسكويت، لان كيزيد لها واحد اللذه خطيره جدا. ان شاء الله غادي جربوا الوصفه وغترجعوا للتعليق وغادي تكتبوها لي. دابا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكما كنقول لكم دائما الى عجبكم ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم المحفزه. ودابا ما بقى لي نقول لكم غير بسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.